معذور ومشغول. انا قبل ان اقدم الفقره الرئيسيه، الكويتيين قروا شعر، السعوديين قروا شعر، العراقيين هم يعرفون علي مسرح اقراطي. لازم يهوسوا يا ابو خير. ما هو جابها ليكم، هو هذه عراقي ستايل. العشق مربيضه ما عنده شوك، ومن هواك ساكن روحه ترضى. انا شارط عن نفس الا انت بيه، وكون اموت بحبك من المفترض. هيش اموت بحب وحبك اسباب الوفاء، هيش اموت وحبك اسباب الوفاء. هاي والله يا علي يريد لها حظ، من تجي تخلصني من منكر بديك. قابل يقول لك علي يشلك غرض، حبك اثمر من زرعته بروح روح، وبيترهيت على دقات النبض. روح من نضج ابخرها بهواك، تصفن والقى صراعي بيها فضل. ما فهمت اسرار احساسي ديك، جب الايتام على ريحتهن غمض. وما طردت قال لك مطين، ولقاك راكع من نيدك الخاتم نهض. يا امل روحي، يا امل روحي اللي لقيت احلامي بيه، يا العقد حبك على ارواح عرض. قلب وقع لك عهد لا رجع فيه، قلب وقع لك عهد لا رجع فيه. انت شوفه يوقع لغيرك رفض، انت شوفه يوقع لغيرك رفض. صلوا على محمد. صل على محمد وآل محمد. استمرارا في نهجي حسينية ومركز الزهراء الإسلامي، واستضافتي أساتذتي متخصصين في شتى أنواع العلوم في فرعها الإنساني، وخاصة ما له علاقة مباشرة بحياة الفرد المسلم. نرحب اليوم بأحد الأمثلة التي يبتلى بها. ولد ضيفنا في عام 1955 للميلاد فيما كان يسمى نرجو للأخوات يهدئون الأطفال شوي. ولد ضيفنا في عام 1955 للميلاد فيما كان يسمى وقتها قرية العوامية في المملكة العربية السعودية، حيث كان لخالته التقية أو عبد المحسن الفضل في تعليمه قراءة كتاب الله، وهو بعد لما يدخل المدرسة. فنشأ على حب الكتاب وحب حامله محمد وآل محمد. صلوا عليهم أجمعين. صلى على محمد وآل محمد. أكمل الابتدائية والمتوسطة في مدارس العوامية، ليلتحق بعدها بشركة أرامكو وفلاحية تركها في عام 1976 للميلاد، ساعيا وراء حلمه في التعليم الأكاديمي، حيث حط رحاله في الولايات المتحدة وتنقل بين ولاياتها ليحصل على الشهادة الجامعية الأولية والماجستير من جامعة سانت ماريس وينونا في مينيسوتا عام 1981 و1983 على التوالي، ثم الدكتوراه من جامعة ماديسون في ويسكونسن عام 1990 متخصصا في علم النفس التربوي والتنمية البشرية، مركزا على مفهوم العفو والتسامح. ليبدأ بعد ذلك مشروعه في التدريس الجامعي والتحديث في جامعة شمال أيوة، حيث استقر فيها منذ عام 1990. سيرة امتدت لأكثر من عقدين ونصف من الزمن في مجال التدريس، تخرج على يديه خلالها أكثر من 200 طالب ماجستير ودكتوراه، ألف فيها العشرات من البحوث العلمية الرصينة المنشورة في مختلف دور النشر المحتمة، إضافة إلى نشر العديد من الكتب التخصصية في مجال عمله. يشار إلى أن ضيفنا قام بترجمة العديد من المؤلفات من اللغة العربية إلى الإنجليزية، عشناه 3 أيام وما لقيت فردا ممن التقوا به إلا وأشاد ببشاشته ودماثة خلقه وهدوئه، وكأنه يطبق ما تعلمه ويعلمه. ضيفنا لهذه الليلة رحب به الأستاذ الدكتور رضي حسن المبيوق، فليتفضل مؤيدا بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
السلام عليكم أخواتي وأخواني ورحمة الله وبركاته. أتقدم إليكم بأسمى التبريكات بمناسبة مولد وليد الكعبة وأمير الولاية الإمام علي عليه السلام. أشكر الأخ قاسم على هذا التقديم، وأشكركم جميعا على الاستضافة. فهذه الثلاثة الأيام بالنسبة لي ثلاثة أيام في الجنة. سعيد جدا وأنا حزين إني أغادركم غدا، على أمل أن نلتقي مرة أخرى إن شاء الله. أفضل الصوت لكم اسمعوا حديثي، راح يركز إن شاء الله على الحياة الزوجية والتربية، تربية الأطفال. وإذا صار في مجال، لأن عندي 30 دقيقة، عندي نصائح أسديها للطلبة، سواء كان طلبة بكالوريوس، طلبة وطالبات ماجستير، يعني دراسات العليا، إذا سمح الوقت. إذا لم يسمح نسرق دقائق من المناقشة إن شاء الله أعطيكم بعض النقاط اللي استفدتها من التدريس، من الدراسة لما كنا طالب وفي التدريس. الحياة الزوجية، الزواج مشروع يتطلب المداراة والصيانة الدائمة طيلة وقت الزواج. يعني يتزوج الإنسان ولا يدير اهتماما ولا يبذل جهدا في تأسيسه وصيانته لكي يصل إلى الغاية المرجوة من الحياة الزوجية، ألا وهي السعادة. لا أحد منا يتقدم للزواج ويدخل بيت الزوجية للشقاء، فلا بد للزوجة وللزوج أن يتعاون وأن يكتسب المهارات لإنجاح هذا المشروع. وأنا قلت ليلة أمس لما كنا في بورتلاند، أهم دور في حياة الفرد ألا وهو أن يكون زوجا أو تكون زوجة، وأن يكون أبا أو تكون أم. وهذان الدوران، يعني إحنا نأخذ بالوراثة، نشاهد وبعض الأوقات نكرر عملية التربية والعلاقة الزوجية اللي شاهدناها. والاستثناء من الناس الذين يقرأوا ولربما ينتهز الفرصة لأخذ الدورات المختلفة والتي الآن صارت متوفرة أكثر في بلادنا، وهنا هي طبعا متوفرة من فترة طويلة. الحياة الزوجية هي اندماج لحياتين حتى تصبح كحياة واحدة، ويبقى كل من الزوجة والزوج بهويتهم بذاتهم، يعني ما يكون انصهار، يعني بحيث الواحد ينسى ذاته، لازال يبقى بس الحياتين مشتركة مندمجة. الله سبحانه وتعالى يعطينا في آية هدف الزواج، وهو الذي خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. السكن اللي بالإنجليزية يمكن نسميه peace أو tranquility، هذا هو الهدف، بس لا يتحقق من ذاته، لابد العمل إليه. وفي آية أخرى، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. يعني كيف نوصل إلى هذا المستوى؟ لابد بالعمل الجاد والتعاون ما بين الزوج والزوجة، ومن ثم نكون إذا حصلنا على السكينة وكنا لباس لبعض، نكون مهيئين لإنشاء الأسرة السعيدة وتربية الأطفال، لأن الأطفال يشوفوا نموذج عالي جدا. ونحن في
في احتفالنا هذه الليلة لمولد الإمام علي، الإمام علي والسيدة فاطمة عليهما السلام خير قدوة في الحياة الزوجية، فرسموا لنا أن هذه العلاقة تقوم على دعائم كثيرة: التعاون والمحبة والاحترام. أقرأ لكم بعض المقتطفات من محادثات الإمام علي والسيدة فاطمة. كان حديثهما لبعضهما البعض مليء وفي منتهى الاحترام والأدب، فإذا خاطب الإمام علي عليه السلام فاطمة قال لها: يا بنت رسول الله. وإذا خاطبت قالت له: يا أمير المؤمنين. وهذا نشوفه في طول حياته، يعني مو في البداية فقط، طوال الفترة. وكان مثال الأبوين المليئين بالحنان والعطف والحب لأبنائهم. كما تعرفون الظروف السياسية التي عاشها الإمام ظروف حساسة وخطيرة جدا، فكانت السيدة فاطمة خير الزوجة وخير السند وخير المشجع، فكانت توفر له الجو اللازم والدفء والحنان المطلوب في البيت الذي اشترك في بنائه. وبهذا المعنى خير جهاد المرأة حسن التبعهم، يمكن للبعض أو التعريف التقليدي أو المفهوم التقليدي حسن التبعهم يعني في العمل في البيت، وهذا أيضا يدخل فيه، ولكن الجانب النفسي المساندة والوقوف جنبا إلى جنب الزوج لزوجها والزوج لزوجته. فكانت السيدة فاطمة تشجع الإمام علي وتمتدح شجاعته وتضحيته في كل مناسبة، وهذا يدل على الثقة الكاملة في الإمام علي عليه السلام. كان الإمام علي يقول: ولقد كنت أنظر إليها فتنجلي عن الهموم والأحزان بنظرتي إليها، يعني تنضح الحب الخالص والتقدير الكامل للسيدة فاطمة. ويستمر الإمام علي ويقول: فوالله ما أغبطتها ولا أكربتها حتى قبضها الله إلي، وأيضا ولا أغضبتني ولا عصت لي أمرا. عجيب، يعني طول الفترة الزوجية تكون هذه السمة العامة. هذا هو النموذج، وهذا الذي إن شاء الله كل منا يطمح له، لربما نصل إلى ما دونه، يعني نسعد بالحياة الزوجية ونسعد بالأبناء والبنات. الآن أدخل إلى بعض النقاط اللي أريد أركز عليها. كان في استبيان أعطي إلى ناس متقدمين للزواج وناس متزوجين لفترة قصيرة وناس تزوجوا صار لهم فترة أطول، يعني فترة أطول من 5 سنوات أو أكثر، والناس الغير متقدمين واللي توهم متزوجين إلى 5 سنوات. فسئلوا على ماذا ينهض الزواج، شنو الدعائم الفاونديشن تبع الزواج ما هي. وهذا الاستبيان عالمي في شتى البلدان، ففي دعائم كثيرة، بس الباحثين ركزوا على الدعائم اللي كانت أكثر تكرارا. هذه طبعا مو بالأوردر، يعني إن هذا الأهم وبعدين الأقل أهمية، هذه هي مشتبكة. التواصل الصريح والشفاف ما بين الطرفين هذا من دعائم، يعني الواحد يتحدث لا يكون
يعني متحدث خارج البيت في الديوانية أو مع الأصدقاء والصديقات، ولكن في البيت كالأب كان، هذا يحدث بعض الأوقات، يعني يكون اللي هو تواصل منفتح ومفتوح وصريح. الدعامة الثانية الثقة، ولما نعكس الثقة اللاذقة، الإمام زين العابدين في مناجاة المطيعين يقول: فإن الشكوك والظنون لواقح الفتن، وما أكثر الفتن التي نسمع ونقرأ عنها بين بعض العلاقات الزوجية التي لربما تنتهي بأفضل الحلال. الدعامة الثالثة هي الاحترام المتبادل. الرابع هو التقدير، أن تقدر أقل شيء حتى الميسور. الدعامة الخامسة ولربما في نظرنا نصنفها بالدعامة الأولى هو العطف والحنان، المودة، الدفء، الحب، الحميمية، في كلمات ومصطلحات كثيرة تدخل في هذا. الدعامة السادسة التفهم والفهم، إن واحد يفهم الثاني ويتفهم أيضا الظروف والمشاعر والهفوات الصغيرة. والدعامة السابعة هي التشجيع والمساندة. الآن تعالوا معي في رحلة الزواج اللي يصنفها البعض تمر بثلاث مراحل، وشفت في بعض الكتابات سبع مراحل وبعضها تسع مراحل، بس أنا أحب الاختصار في الثلاث المراحل. المرحلة الأولى مرحلة تقدر نقول رومانسية، نقدر نعبر عنها أيضا بأن الإنسان يكون سيل مجرار من العواطف. فالسبع دعائم لربما يكون هو ياخذ عشرة من عشرة فيها كلها، يعني كل شيء مبالغ. الاحترام، الإنسان يعني في حالة تعرف على زوجته والزوجة على زوجها، يعني في البداية يكون مرحلة شهر العسل، يعني مو الرحلة البكيشن اللي يأخذون شهر العسل، إنما هي المرحلة تكون مرحلة شهر العسل. الرؤية ما تكون 20/20، تكون رؤية مبالغة. الزوج ملاك والزوجة ملاك في نظر بعضهما البعض، فلا يرون الأخطاء ولا يرون أن هذا إنسان له أيضا نواقص، لا زال في حالة نمو، راح يكتمل إن شاء الله بس مو كامل. إذا تزوج الواحد مبكر أو في العشرينات أو في أي عمر، لازم أنت في عملية تصاعدية في النمو إذا كان الإنسان يشتغل على حاله. فهذه المرحلة الأولى مرحلة لذيذة جدا لأنه الكل يتلذذ بها، وحسب الباحثين يقولون بأن هذه المرحلة تستمر لمدة سنتين، للأسف يعني المفروض تستمر أكثر. المرحلة الثانية بالإنجليزي يسموها disillusionment، يعني نسميها خيبة، نسميها النظر يصير 20/20، النظرة التصحيحية، النظرة للإنسان يشوف الطرف الآخر كبشر، فيشوف يعني يركز على النواقص اللي كانت موجودة في المرحلة اللي قبل في شهر العسل، بس الانبهار والانشداد والحب يعني المبالغ فيه ما يخلينا نشوف هذه النواقص، نشوف الإنسان بمستوى الكمال. هذه المرحلة صعبة جدا ولها تحديات، يعني احنا نتكلم عن هذه المرحلة قد تكون خفيفة جدا وتعدي، بس عند البعض لربما تستمر فترة طويلة ولربما تؤدي إلى الانفصال ولربما الطلاق، خاصة إذا الإنسان يقول هذا مو الشخص اللي أنا كان في بالي، مو الإنسان اللي أنا أريد يكون شريك أو شريكة حياتي، فيمكن يتوصل إلى عمل قرار بأن ينفصل. ولربما لو تقدم الزواج مرة أخرى لكرر العملية، يعني يروح في فترة شهر العسل ويمر في المرحلة هذه، فهي مرحلة تحدي. في هذه المرحلة
الكوميونيكيشن هذا الصريح والمنفتح يقل، يمكن حتى التحدث مع بعض يقل، التراست يمكن ايضا يقل، انه الثقه المتبادله والتقدير والاحترام، الحب والدفء، النار الملتهبه يمكن تكون منطفئه، شكر التفاهم يمكن يكون قليل، وايضا المسانده وتشجيع الاخر يقل. فهذه مرحله فيها تحديات كثيره، فاللي لسه غير متزوج يعني الحديث عن المراحل هيئنا للمراحل هذه حتى نستعد ويكون عندنا طريق الى اللي هو العلاج والتعامل معها. يعني احنا في المرحله الاولى يكون اندماج، بعدين يكون شبه تباعد شويه شويه. المرحله الثالثه اذا الاثنين اشتغلوا على بعض وعملوا كوميتمنت ان هذه العلاقه واحنا لبعض واحنا بشر واحنا نشوف بعض، يمكن بشكل مبالغ من قبل بس ان نتفهم مع بعض، فيرجعون مره اخرى يتقاربون، وهذا السبب دعائم يشتغلوا عليها لان يشوفوها مهمه جدا لحياتهم الزوجيه، وايضا لها انعكاسها على التربيه. خليت الساعة أمامي بس صراحة ما شفت كم من الوقت متبقي. خمس دقائق؟ خمسة وعشر؟ ما عندوش كام؟ الله يعينكم، ما عندو عشر. من ناحية التربية وتربية الأبناء، بس قبل هذا خليني أقول بعض الأشياء اللي بإمكان تساعد على تخطي المرحلة الثانية للثالثة. قاعد ابحث عن الورقه اللي فيها الملاحظات اللي كتبتها للناس فيها. هو الابتعاد، هذه بعض النصائح حتى الواحد يتخلص من ويتعامل مع التحديات في المرحله الثانيه، انه يتعامل مع السلوك السلبي، التصرفات السلبيه، انه يبتعد او يقلع عن الانتقاد الهدام، وان ايضا يتوقف عن التذمر، كثره التذمر والتضجر والقاء اللوم والقاء التهم، وايضا الانفجار يعني الغضب، يغضب الانسان كثير، يمكن السخريه المباشره او السخريه المبطنه، تكون في تعليقات ساخره اللي تؤذي الطرفين، يمكن التباعد يكون لا زال، ما يكون في تقارب، وربما التصعيد ايضا، التصعيد من اي سلوك يؤدي او ما يساعد الزوج والزوجه الى الوصول الى المرحله الثالثه، حتى الواحد يزيد من الطاقه الايجابيه. في توصيات ايضا للباحثين، نفس الباحثين اللي كتبوا عن هذه المراحل قدموا بعض التوصيات اللي هو الابتسامه الدائمه، حتى لو انت في وقتها ما تريد تبتسم، الواحد يتصنع الابتسامه حتى تكون مستمره، لانها قبال الموده. وايضا يعني في الملامسه بقصد، يعني في الحديث انه يكون في تقارب ما يكون في نفور. والعناق يعني الواحد لما يجي من العمل يعانق زوجته او زوجه تعاند الزوج. قضاء الوقت مع بعض، انا قرات في بعض مسببات الطلاق عندنا في الجزيره، والسبب الاول الزوج والزوجه مشغولين ما عندهم وقت يقضوا يخلوه مع بعض. السبب الثاني هو تدخل الاهل، يعني هم اللي يديروا الحياه الزوجيه. التوصيه الاخرى الاستماع والاصغاء، مو فقط يعني سمعنا الكلام يعني بفضلة الإذن، ولكن الإصغاء للمشاعر اللي وراء الكلمة، ومساعدة الزوجة أو مساعدة الزوج، والهوايات المشتركة، وأيضا الواحد يكون إيجابي أكثر ويتخلص من كلمة لكن بط
لأن هذا افتراضية ودائما ما تسمح بنمو المحادثة والاستمرار في التواصل. من ناحية التربية بشكل سريع، في أيضا باحثة اسمها ديانا بامراهيم ففي عام 75-76 جت بنظرية لنوعية الأب، يعني في أربعة أنواع من البيرنتين، وهذا ينعكس على التربية. فهي استخدمت معيارين، الحب والدفء والاحترام، هذا جانب. الجانب الثاني هو الكنترول، نقدر نسميه ممارسة السلطة، الإرشاد. فهذول يحددون الأربع أنواع من البيرنتين. النوع الأول سمته أثوريتيتف، يعني الأب الديمقراطي، الأسلوب الديمقراطي في التعامل مع البنت الولد مع الأطفال. هذا الأب أو الأم عطوفين حنونين محبين، ولكن في بالهم أيضا فيه حدود، يربون الولد على عدم اجتياز هذه الحدود المعقولة طبعا. وطريقة التعامل مع الابن دائما بإجلال شخصية الطفل حتى ينمي باستقلالية وبثقة في الناس. ثقة الناس، الاستقلالية، هذه قيم هذا النوع من الأب والأم، يعني ركزوا عليها بشكل كبير. الابن يطلع واثق من نفسه، يتحدث مع الناس، منطلق، مشاعره دائما تكون إيجابية، وينظر إلى أبويه باحترام لا هيبة أو خوف. الاحترام والهيبة إيجابي. فهذا النوع اللي احنا كلنا نطمح إليه ونرى النماذج في الأيام الكرام. النوع الثاني هذا النوع الدكتاتوري اللي ما يعطي دفء، ما يعطي حب، ما يعطي حنان، ولكن يمارس الصومعة. لربما مجتمعنا مر بحبه ان هذا هو مو الاستثناء، هذا السائد. فهو مهتم بمعاقبة اي تصرف يعتبر في ظنه انه غير لائق او يخل بالادب والاعراف. فالمحاسبة محاسبة انه الطفل على كل دم صغيرة او كبيرة، العقاب عادة يكون شديد جدا. الابن ينشأ مزعزع الشخصية لأن ما ترك إله أو أعطي الفرصة أن يعبر عن أحاسيسه، فتكون أحاسيسه محتبسة داخله، فلربما هذه تؤدي إلى العدوانية وتؤدي إلى الخجل، أن الإنسان ما يعبر عن مشاعره وأيضا أفكاره. ينظر إلى أبويه بخوف لا باحترام لا بحب. أيضا يشعر بالفراغ اللي هو العاطفي أو الحرمان العاطفي. هذا النوع الثاني. النوع الثالث هذا يسموه بيرميسيف، يعني الأب يحب أبنائه والأم تحب أبنائها، ولكن ما في كنترول. الابن يريد يعني بعض اللي هو الحدود لسلوكه. هذا الابن يحب ايضا ابويه، ولكن يكون اكثر عرضه للضغوط الاقران الاصدقاء، ما يكون قائد يكون هذا. وهذا يمكن بعض الاوقات على حسب الاقران الاصدقاء، اذا كانوا قرناء سوء يمكن ايضا ينهج ذاك الطريق. اخيرا النوع الرابع لا حب ولا تحكم، يعني ما عنده الشيئين المهمين في التربية. فهذا الابن ينشأ يعني يمكن غير محب لنفسه، بس بالتأكيد غير محب لأبويه لأنه أهمل ترعب. وهذا أيضا لا يحترم القوانين مهما كانت، عرضة للسلوك المنحرف. يعني كثير من الدراسات يقول ان الانحراف، انظر الى نوع التربية
وتشوف يمكن السبب الرئيسي لذلك. في كثير من الأمور ودي يعني أتكلم عنها، ولكن نضيق الوقت، وأعرف الحفل يشير بأن فترة النقاش الأسئلة والأجوبة، ولعل كثير من الأمور اللي أريد أتكلم عنها إن شاء الله نتطرق إليها. ولكن عندي طلب منكم إن شاء الله، إذا شيخنا بعدين يعني يلبي لي هذا الطلب. اليوم الصباح كما جلست من النوم كان فيه رسالة من الأهل أن والدتي العزيزة وقعت أمس وهي منومة بالمستشفى، فأحتاج دعاكم للشفاء العاجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولاً شاكرين الدكتور عبد الله بيننا، وثانياً داعين لوالدتي إن شاء الله بجاه هذا اليوم الشريف وبجاه مولانا أمير المؤمنين وأهل البيت الكرام الشفاء العاجل إن شاء الله. أي ذلك بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. مثل ما تعودنا أنه فقرة الحوار المباشر والأسئلة المفتوحة إن شاء الله راح تكون سؤال للرجال وسؤال للنساء. الأخ أحمد النمر راح يكون هو المشرف على إدارة الأسئلة هنا، واللي عنده سؤال يقدر هو يلقي مباشرة وعند الأخوات، ماكو إشكال، راح يكون الميكروفون دوار. واللي يحب أنه يكتب سؤال كتابة يرسله لنا نقرأ إن شاء الله للدكتور والنقاش مفتوح إن شاء الله. اللي ما اخذ كرت لل ابو فارس كمان دوسات اللي ما اخذ اسمح له ابو فارس، اللي ما اخذ كرت من هذه مال المسابقه دكتور معك خلاف دكتور جيب لنا واحد لو نضيفين للدكتور. نبتدي ان شاء الله فقره الاسئله مع الاخ ابو فارس. اسال عادي ما يحتاج ميكروفون. أثناء المحاضرة جزاك الله خير دكتور، يعطيك ألف عافية على المحاضرة القيمة. أثناء المحاضرة أنت ذكرت أن تخطي يعني ذكرت عدة استراتيجيات لتخطي المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة. بالنسبة لك يعني من خلال خبرتك through your marriage or يعني life as your specific field يعني what do you think are the essential strategies to overcome the most essential, I would say, to overcome the second stage, reaching a better condition through the third stage? Yeah. من خلال تجربتي الشخصية وقراءاتي المتعددة في هذا المجال، ولا سيما أثناء فترة الماجستير لما كان الإرشاد الاجتماعي يركز كثير على الفاملي ثيرابي، الفاملي كونسلنج، الأمور هذه. أنا أقول الأمر يركز كثير على الأوبن كوميونيكيشن، لأن إذا تواصل انعدم، إذا الحوار غير موجود، إذا فرصة الالتقاء والجلوس للتفاهم غير متاحة، يعني كل الأبواب تكون مغلقة، فهو هذا شيء رئيسي جدا. لربما في مشاعر يمكن ما تخلي طرف من الطرفين انهم يلتقوا، بس احنا شفنا من جلسات الارشاد ان لما يكون الزوج والزوجة جالسين في جلسة واحدة تسمع الى كثير من المشاعر خلف الكلمات، ولربما الزوج أو الزوجة ما يشعرون بإبها أو مو عارفين فيها. فأثناء الجلسة حتى لو كان في غضب أو حتى لو مثلا أحدهم يقول أنا والله بدي أترك الجلسة، يمكن يرجع مرة ثانية جلستين ثلاث أربع جلسات، ولكن لما يبتدي اللي هو الكلام ويتكلموا مع بعض، طبعا في البداية يتكلمون عبر اللي هو الكونسلر، بس بعدين
تدريجيا نتحدث مع بعضهم، خاصة إذا كان الخصام أو الهوى واسعة جدا. وهنا طبعا يكون فيه طرق، أو مثلا نقول فيه قوانين إلى الحديث، التهكم، السخرية، الاعتداء، رفع الصوت، يعني لازم نلعب بقوانين اللي هو rules of the game. شيئا فشيئا يتعلمون، لربما احدهم او اثنينهم تنقصهم المهارات التخاطب مع بعض، لان هذا ايضا يعبر عن الاحترام، يعبر عن الحب. بعدين لو كان الانسان يعني يكون مسالم مشجع، فنقول الكوميونيكيشن هو الفاونديشن. بس رجعنا من اي واحد عنده سؤال يقدم اسمه رجاء، يعني على مود التقرير الاخوات النساء اللي عندها سؤال اما ترسل لنا او اما تاخذ الميكروفون. السلام عليكم. بس اذا تسمحي لنا الاخت زهراء، بالمناسبه الدكتور متخصص مو فقط في علم النفس التربوي، وانما يركز ايضا على مفهوم التسامح والغفران، فاللي عنده اسئله بخصوص هذه المواضيع كلها اللي يتردد فيه طرح السؤال. سؤالي بخصوص المراهقين أو فترة المراهقة، عندي خبرة في هذا المجال، أسأل السؤال ولا؟ يعني كان تركيزي في مجال الدكتوراه في علم النفس النبو، وكنت أركز بدرجة كبيرة جدا على مرحلة المراهقة، وصار لي يمكن 28 سنة أدرس علم نفس المراهقة، يعني psychology of adolescence. فإن شاء الله نستطيع. بس عندي واحدة من الأهل وعمرها تقريبا 13 إلى 15 سنة، وتقريبا من سنتين إلى 3 سنوات لاحظنا عليها دائما تحب العزلة وجاذبة غرفتها وما تشارك الآخرين أو تشارك العائلة يعني في الأكتيفيتيز اللي تسويها. ف يعني من جهتي حاولت إني أطلعها، اللي هي أختي، حاولت إني أطلعها من جوها، أفهم من جوها، أشوف هوايات ثانية ممكن إنها أمارسها وياها، ولكن ما كان في فائدة وما زالت في عزلتها. فأبغى أعرف طرق عامة ممكن إني أتخذها لمعالجة هذا الموضوع، خاصة إني برجع البلد حالياً، فأبغى أبروتش يعني طرق للأبروتشينج ذيس بروبلم. أحسنتي على الروح، يعني اللي تريد تساعدي، يعمرها 13 سنة إلى 16، يعني مرحلة اللي هو النضج، وهذه تعديناها بس لازلنا في مرحلة المراهقة. هل حدث شيء معين في حياتها اللي يعني خلاها يعني تهوى العزلة، أو ما في مسببات؟ لاحظت عليها انها كتومة، وغالبا لما ندخل في موضوع تتحسس بسرعة وتصيح، فما نعرف هل هي يعني تاخذ مواقف من عندنا وبعدين يعني she overthinks it with herself ويؤدي هذا الحساسية المفرطة، ولا كيف الموضوع؟ انا عندي احساس طبعا لو الحديث يكون مباشر معها ويكون يعني في ممكن يكون نظرتي تختلف. في فترة المراهقة المراهق أينما كان أو أينما كانت، الهدف هم يشعرون الآن أني أنا مو صغير. ناس كثير يقولوا مرحلة المراهقة لا طفل لا أدلت، يعني صاير في أرض كان بدون، يعني فئة البدون بس في مرحلة النمو. فهي هذه طبيعة المرحلة تخلق صراع داخل المراهق أو المراهقة، فهو يريد يكون أدلت. فالعزلة بعض الأوقات مسبباتها إن أي كلمة تشعر تذكر المراهقة أو المراهقة، لأن الطفل يعني يعامل لسه الأبوين أو المحيط اللي حول ما قاعد يعطي recognition إنك الآن لا رجال ما شاء الله، يعني هذا الشيء
اللي يساعد البنت او الولد على الثقه بنفسه. يعني اكبر اعتداء على شخصيه المراهق او المراهقه ان يعامل كطفل، لانه هو دائما يبغى يعامل قد يكون العزله هو ان الواحد يتقي الهجمات اللي ربما تحجم من شخصيته. فالسبيل يعني او الوسائل اللي ممكن تساعد ان زرع الثقه، ودائما يعني ما شاء الله بالغه كبيره عاقله هذه الافكار، فانا حتى بالكبار ما اسمعهم. يعني الواحد استعاده الثقه. السؤال الثاني لهذا يعني نوعيه التعامل الام والاب، يعني مو الان طول الوقت، هل هو من النوع الاول الثاني الثالث او الرابع اللي ذكرته؟ هو من النوع اللي يلوم، اللي يخلي الطرف الآخر إنه ليش تسوي كذا ودائماً مضايقين منها من هذا النوع، لأن بسبب يعني تكرار العزلة وعدم التواجد يعني حتى الوالدين صاروا يلوموا على هذا الشيء أكثر من إنهم يشجعوا أطفالهم. أيوة. فلربما العزلة هو الهروب من هذا اللقاء اللائم النائم وإشعارها لأنها لا زالت صغيرة. ويمكن عندي بعض المقالات وإحنا يبدو أعطيتكم الكارد مالي، وإن كان أرسل لكم بعض الأشياء اللي يمكن إن شاء الله. شكرا لك. فارس ما يصير سؤالين، خلينا نشوف أبو مصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. دكتور حقيقة أنا دخلت في قبل سنتين أو ثلاث مع زميل كان بيني درسنا حادث ياف موضوع التربية. كان عندي مفهوم لما، وللأسف إني هذا الشفت موجود حتى في البلد لما رجعت المال، لو مفهوم إن الطفل العنيف أو إن المشاغب إن هذا بالعكس جيد لأنه قاعد يكتشف العالم وقاعد، ولكن في بعضهم عندهم أعراض فرط النشاط. فأعتقد أن في يعني في تشويش بين فهم أن هذا الطفل عنده فرط النشاط وأنه بالفعل قاعد يكتشف، والنتيجة أنه مش ليصير في الطفل أنه هو عنده فرط النشاط ويعرف يتعامل وياه. فمثلا بعض يعني بعض الأعراض أشوف الأحظة يشوف ولد يعمل أشياء لا يمكن يبتسم يعني ويضحك يشجع على اللي يسوي هذه الاشياء. انا اعتقد ان في حتى في البلد لاحظت اكثر في تشويش في موضوع ان فهم الطفل هل عنده فرط نشاط او هو بالفعل قاعد يكتشف العالم الجديد انه هو بالفعل مستدعى. يا ريت تكون عندنا توضح لنا. هل هذا دلالة على ان الطفل نابغ وذكي ويكتشف الانفايرمنت اللي حوله، او هو لا عنده فرط في النشاط هايبر اكتيفيتي مثلا اللي يمكن انت تشير اليه؟ صار طبعا الهايبر اكتيفيتي اللي هو كثير كتب عنه وفيه الاعراض الساينز اند سيمتومز الى يكون اللي هو تشتيت الانتباه بافراط الحركي او بدون. طبعا الواحد ينظر الى الدي اس ام 5 الحين صار هذا اللي هو البايبل مال الامراض النفسيه او يسمون ديس اوردرز او الاشياء، طبعا مسميات كل خمس سنين عشر سنين يختلف. هل هو افراط حركي ام اكتشاف؟ طبعا للاثنين في اعراض. الطفل طبعا في مرحله الاكتشاف يكون في البري سكول، الطفل يحب يعني من يوم يبتدي يحبي وهو يكتشف في البداية وينظر وين أمه وين أبوه لأنه يعتبرهم هما قاعدة الأمان، وبعدين يبتعد أكثر ويكتشف، وهالشكل مداركه تتوسع يكبر شوية. طبعا نوعية اكتشاف العالم والمحيط اللي حوله تختلف. مثلا يقول هذا العالم بياجيه هو اللي روج لهذه الفكرة، لأن الطفل
بعض تصرفات اللي كان يضرب عليها ويعنف، هذه هي في الحقيقة تعبير إلى ذكائه أو ذكائها. يعني لما أتكلم وأستخدم ضمير المذكر أنا عندي الاثنين إن شاء الله. فمثلاً إذا الطفل تتركه في البانيو يستحم ويجي وتشوف الأرض كلها بلد، بياجي يقول له ربما الآن هو في ماله قاعد يعمل إكسبرمنتيشن مع شيء فيزيائي إله بالفيزياء والساينس، يمكن الموجات لو رحت الشكل في الماء يعني عملت مرة ثانية ورحت بهالجهة هذه قاعد يعمل يسميه هو هايبوثيسيس تيستينج، يعني امتحان الفرضيات. الطفل يحط فرضيات معينة مثل الساينتست، فهو يشبه الطفل بميني أو شايلد ساينتست. فالناس اللي ينظرون له لأنه هو قاعد يكتشف المحيط اللي حوله بهذا الطريق، فانت لما تجي جيبياك اللي هو محارم أكثر حتى تنظر الأرضية بدون انفعال لأن ابنك ذكي. الإفراط الحركة، يعني انت عندك باوندريز، يعني انا اشوف التربيه نختزلها نختصرها بالابوين يحطون باوندريز، الابن والبنت دائما بوش اجينست الباوندريز. الافضل ومن الحكمه ان لما يكبر الطفل ايضا الباوندريز الحدود يعني تترسل مره ثانيه، يكون في تفاهم ان الان انت كبرت فبامكانك تعمل هذا الشيء. فاذا الابوين متفقين ان بعض السلوك مخالف للاتفاقيه معه فسميناه افراط حركي، لا افراط حركي، اذا افراط حركي وفعلا تنطبق عليه الدي اس ام 5 الساينز والسيمبتومز فهذه الساعه يعرض الى اخصائي في هذا المجال. وايضا يبتعدوا عن الحاله كثير من الطفل لأنه يسبب افراط حركي. خواتي بس نرجو رجاء الاباء والامهات السيطره على الاطفال رجاء. سؤال من الاخوات يقول: سؤال ابنتي بعمر 5 سنوات عصبيه جدا وعنيده وقد جربت معها كل الوسائل لكن دون جدوى، سؤالي كيف اتعامل معها وشكرا جزيلا. شاكرين سؤالي اختي. عنيفة جدا باللفظ بالحركة، يمكن تربي حالة على الأرض، يعني يمكن كل هذه التصرفات يمكن أنا أقول يمكن أنا ما شفت البنت وهي في حالة اللي هو التانترم، يمكن المسببات أو المسبب لها النماذج اللي الطفل يشاهده في التلفزيون، لأن في علاقة عندي بعض الأخوات اللي ركزوا في مواضيع بحوثهم للماجستير قصر الماجستير على العدوانية والتي في واتشنج، العدوانية والإلكترونيك جادجتس يعني استخدام الآيباد. طبعا هذا احنا تحدثنا قبل ليلتين وسماحة الشيخ كنا نتحدث سريعا، يعني ان في ناس عندهم بحوث وعندهم نتائج تؤكد بان العدوانية والعصبية لربما احد اسبابها هو النماذج الغير جيدة او يمكن السلبية اللي الانسان يشوفها يوم في حياته لايف اكزامبلز او يشوفها بالتلفزيون البرامج اللي يشاهدها او حتى بالايباد او الوسائل الالكترونيه، لان حتى الواحد عمره 2 يكون عنده، وانا تو من قبل 9 اشهر حصلت على اول جوال. فتعرف يعني جيلنا الحين منفتح والاباء يهيئون هذه الوسائل. انا ما اقول ان الاخت يمكن البنت عندها الايباد من عمرها 2، بس اقول يمكن هذا الشيء ينظر الى اذا كان هذا احد العناصر فالواحد يشاهد البرامج اللي الطفل يشاهدها ويحاول
يعمل شانغي، يعني ما يحرم الطفل أو الطفلة من المشاهدة، يغير البرنامج أو المادة اللي الواحد يشاهدها. في البداية راح تكون يعني البنت عصبية أكثر لأن أنت تحرميها من شيء هي تريده، ولكن تدريجيا مع إصرار وحزم، يعني أن الواحد ما ينهزم إذا قررت اتخاذ يعني خطوة، يعني خليش حازمة جدا إلى حتى البنت تفهم الرسالة وتوصلها الرسالة. ناخذ سؤالين فقط من الرجال، وعندنا سؤال من النساء ونختم هذه الفقرة لأنه بلوغة أدركنا. من الأخوان عنده سؤال؟ أبو فارس، ارجع لأبو فارس. أبو فارس، سؤالي تحديدا هو لو نجي نحدد من الشخص المراهق أنه وصل إلى مرحلة النضوج الفكري أو يعني being treated as a young adult specifically. That transition is mysterious to some point. At that point, how would you specifically treat an introvert person going through that stage? Thank you. الانتروبرت المنطوي والاكستروبرت اللي هو المنبرد، يعني هذا ايضا جاي من نظريه الانتروبرجن والاكستروبرجن اللي الاخ تفضل بها. في مرحله المراهقه سواء كان انتروبرت او اكستروبرت يمر الى حتى عمر 16 سنه ان يكون نوع من الانتروبرجن، يعني يكون الانسان انتروبرت. ليش؟ في لو عالم الناس اسمه ديفيد ألكايند، كتاباته جدا جيدة، كان يتكلم عن حاجة اسمها الإيماجينري أودينس، يعني الجمهور اللي احنا نتخيل المتخيل. أيوة، إيش معنى؟ المراهق لما يمشي يكون very self-conscious، يحس ان الناس كلها تطلع عليه واحاسيسه، يعني اذا كان هو معجب بنفسه يحس ان الناس كلها معجبه به، واذا كان هو ما يشعر بالاعجاب بنفسه يحس ان الناس كلها قاعده تنتقده وعندها نفس المشاعر اللي هو يحملها. فهناك يكون عدم، يعني عدم فصل الى مشاعري اللي انا اشعرها، واحس ان كل ما اشعر به سلبا او ايجابا للاخرين العالم كله يشعر. مثلا هو ديفيد ألكايند يروي هذا في احد الكتب ماله اسمه الطفل اللي يعني سرعوه اهله حتى يكون ادلت، يعني ما تمتع بطفولته. يقول انا رحت مدرسه وشفت واحد مراهق طول النوم حاط يده على خده، يعني صبعه على هذه الجهه، فساله يعني لفتت انتباهه، ليه انت واضع صبعك؟ يعني اسمح لي اسالك. قال والله عندي حبه حمراء اليوم الصباح شفتها كبيره جدا وشفت منظري كبير واحس ان كل العالم ينظر لي بهذه القباحه، يعني هو يستقبحها ويفكر كل العالم يستقبحها. فهو يشعر دائما انه هو على المنصه ك يعني برفورمر والناس تشاهده. فاذا كان معجب بنفسه والله هو يرتاح، مثل اللي مرتاح لأغنية أو شيء نشيدة موال سميها ما تشاء، ويشغل هذا بأعلى الصوت ويمشي في الحارات مثل الناس نايمة، بس هو يشعر بما أنه هو معجب بهذا حتى النايمين يعجبون به، كيف ما يعجبون؟ أيوة. يمكن هذا موازي إلى السؤال اللي سئل عن العزلة والانطواء. يمكن العزلة من الجلوس مع البالغين الأدلتس، بس مع الأصدقاء البيرز يكون منطلق، حتى الانتروفرت يكون منطلق. ليه؟ لأن هذه قاعدة أمان بالنسبة له، كلهم في نفس العمر يمرون في نفس المرحلة، وهم يكون يعني زي ما تقول سبورت جروب كده. سؤال من الأخوات كان ما الفرق بين التسامح التام والتسامح الزائف؟ يعني هاي كلمة صراحة ما أعرف، بس أتصور أنه يبقى في القلب شيء من الزعل
والإنسان يسامح بس ما ينسى الموقف، وكيف يستطيع الإنسان أن يسامح تسامح تام؟ نعم، نفس السؤال سئل الليلة الأولى وسئل أمس أثناء المحاضرة في الجامعة وسئل ليلة أمس في بورتلاند، فأعتبر هذا يمكن هو السؤال الذي يحوز على الجائزة الأولى، وإن شاء الله يعني راح أهتم فيه أكثر. جوابي يمكن يكون إعادة بس أيضا إعادة فيها تغيير شوية. يبقى الشيء الواحد ما ينسى إلا هو اعتداء عليه مهما كان، بس اللي ينسى يعني الريسبونس إلى الاعتداء الآن بعد ما يعفى الإنسان سواء كان عفو كامل أو almost كامل غير اليوم الأول، صح ولا لا؟ فمثلا أنا أتذكر وأنا صغير كنت يعني من النوع اللي يكتشف المحيط، إن شاء الله ما كان عندي إفراط حركي، يمكن الأب الله يطول في عمره يمكن يقول كان عندي إفراط حركي، يعني يمكن دائما أكتشف أروح وأجي، ابتعد عن محيط البيت، وأكبر دلالة إني ابتعد عن البلد بكبرها حتي 40 سنة والاكتشاف. أتذكر إني صار لي حرق في اليد في هذه المنطقة، وهذه صعبة جدا إنها تشفى بسرعة، كل ما تشفى تعود، كل ما تشفى تعود، أخذت فترة طويلة، والصغير أي جرح يعني يوم يومين ينتهي، لا زال آثار الجرح موجود، ولكن الألم زال، فنقول العفو الكامل مثل هذا. أنا أتذكر الموقف، أتذكر اللي حصل، كان مؤلم جدا، الجرح ينفتح إلى حتى شفي تماما، أعتقد العفو الكامل هكذا، ولهذا نقول العفو عملية قد تستغرق سنين طويلة، يعتمد على نوع الاعتداء ومن المعتدي، وأيضا شخصية الإنسان وعمله المضني على أساس يتخلص من المشاعر السلبية. في بعض الناس يعفو، يعني ما أقول اعفي لازم يكون عفو كامل، لأنه يعتمد على الشخص وتهيئه واستعداده، ويمكن الشخص اللي هو يعفي عنه يشوفه يوميا يذكره بالموقف، فهذا يمكن يخلي عملية العفو الكامل تأخذ وقت أطول إذا يمكن حتى تفصل. شاكرين لكل الأخوة اللي سألوا، أيضا شاكرين للدكتور، ونحيي بالصلاة على محمد وآل محمد. الله صل على محمد وآل محمد. نحط إن شاء الله ثلاث أو أربع فقرات قصيرة في البرنامج. حاجة بدنا نراها في الفقرة القادمة. جزاك الله خير دكتور. Thank you very much.